السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، ما بصباح الخير، مساء الخير، ما بمساء الخير، هذا ضحى العالي، لا هو صبح ولا هو مساء. نزيد والسب شو الدقديق الكابتن وتمرينه، من يومين ابوي مرة عظامي تحرح اليابلهن من حاز وناحزنهن دين هذا منه. نعم يني متدقدق بكبري الدقديق، والسب شو هتمرين تمرين ياي على العوق على ما قالوا. سمعتوه بدي يقول ياي على العوق، هذا هو تمرينه هالكابتن، ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. هي اللي تشوف التمرين تقول شيء بسيط، لكن ما شاء الله عليه ابدا. سمعتوه يقول يعني يكسحك، هذا هو اللي يكسح، هو اللي كان زين يعني بما معناه هو ان المفعول اللي يسوي يمتاز نهار ثاني وثالث كان شد عضلي في جسمك، هذا معناته ان التمرين ذو فائده. كان سمعك متضرع بكبرك، يعني معناته ان هذا شيء فائده للتمرين، فلذلك مفعول ما شاء الله يعني وايد قوي، عظامي كلها متدقدقات، لك الحمد لله. ان شاء الله انه خير، ظاني في المعبود خير، وان شاء الله انه لي من الله حياها الله. اقولكم سرت اول تباح تحيدوني واصور لكم، سرت شو اسمه الجاليريا ويوم عدى البارح بعد سرت عيبني المكان، سرت مرتين، اول البارح والبارحه، لكن امت لا اله الا الله البارحه هناك لو تفرحصه طلعت ألف من كبار وصغار من جميع الجنسيات، حد من البحرين، حد من الكويت، شيء من السعوديه، من كل البلاد ما شاء الله. ما المول هذا في منتهى الروعه، يجنن والله، ياخذ العقل ومرتب. ليتني الباحه كان يوم الهي، الباحه كان يوم لا، ولو كان يوم الهي يميع اللوادم وتصوير وعندك دون، كان عاد انا خليت في خاطري، انا ابوي ما خليت شيء في خاطري، اللي صورته البارحه خزنته بنزلكم اياه الحين. شفت اللوادم، شفت صغاري، شفت بنيات، وشفت كبار وصغار ومطاعم واشياء، يعني اذا كان اخذت مقتطفات يعني وحطيت، وحب بحط لكم اياهن. وصراحة ترى لين الحين ما هضل، ما يندرابوي دواركا ياي يس صح، جود مورنينج صح، هاو ار يو؟ ام فاين صح. وين صلاح؟ صلاح لسه نوت يت كم واي هاي دو والله يس كول هام تشيك واتس هابن ايش عليك ثانك يو نسوي صورة ولا فيديو؟ فيديو. يلا نزوي تليفونك. بعد تحطين فلتر؟ الله شو اسمك انتي؟ سلامي. يلا سلام عليك. مشكلة تلقط حد وانت يوم الله ما شيء تصوير، لكن بشير حتى يوم الله ما شيء تصوير بصور بيود، وبكرة ان شاء الله بنزلكم اياهن. لقطها شاب الفنان، ولقط هذا ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا في الجيم وياي على طول، كل مكان كل مكان تحصلني على الله. نعم والله مرحبا. شو رايكم في المول الجديد؟ ما شاء الله يا ابني، وما شاء الله بس زحمه شوي. هي زين اخير بعد جنب بدون ناس ما تندم. نعم صح اي والله نورت المول والله. مرحبا يا حياك الله محمد. والله اليوم عاد الجيم ما شاء الله تبارك الرحمن، بيندحق من الوادم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الجيم اليوم سمعتوه اللي يغني يا ليل، اليوم الجيم يغني يا ليل من العرب والناس، خلق الله ما خلق. جميل، انا الباح ما تفكر في هالالوان، هل يحطون الاوادم المجوهر على الخواتم زمرد ما ادري يسمونه او ياقوت الخضر اللي ما ادري وين مصدره عاده، الاحجار الكريمه اظني هالنمونه، شوفها صليجه هي عشي وايد فنان، ما في شيء عادي في المول، كل شيء شيوخي 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 لأبعد درجة. حمدان محمد بالواتر المزروعي، أحب أخبركم على شو السالفة وليش صورته. البارحة جينا مواطن عيونه زرق، واليوم مواطن عيونه خضر. ها السلام عليكم. السلام يا مرحبا. شوف الله عليكم اللون والله عجبه 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 هالزمان، حتى عيال طلع الوقت اختلفوا،
الله يحفظك ان شاء الله يبارك فيك. وين تربى سويحانه؟ اي نعم سويحان. اقول ها شو انت سويحان طال وطول بعد. الله يبارك في حياتك. اقول لك هذا منو اللي يربيعك؟ هذا ذياب ولد احمد هلال فلاحي. والله مليار والنعم. ايش حالك يا ابن احمد؟ كيف انت؟ مرحبا بك وسهلا. مبسوطين؟ ايش رايك في هالجاليريا الفنان؟ والله فنان فوق عن الفنان. يعطيك تسلم. انا الحين اللي اصوره والقطه في المدرسه ما بناجح وما برقم واحد جايب امسح ما خلي عندي انا. شاطر؟ شاطر. انت اكيد؟ اكيد. موافق ولا لا؟ موافق. وانت؟ ايه. وانت؟ موافق. يعني اتخبر عنكم قالوا لي يعني ما بش شطاركم والله انها بمسحكم. تعال خشمك. كيف حالك؟ الحمد لله. كل حد كل واحد منكم يقول اسمه. عبيد. وانت؟ اسمه خليفة أحمد تميم. والنعم. والله والنعم. أي صف أنت؟ الثامن. وأنت؟ ثامن. وأنت؟ خامس. وأنت؟ سابع. أحس أنك ما في السابع. سابع. أحلف. والله. صدق أنك؟ يلا أنا بتأكد من المعلومة. طلعت المعلومة صح؟ بكرة بنزل في الستوري. إن شاء الله. لأن اليوم يوم شو؟ اليوم يوم لا. شو رأيكم؟ إن شاء الله. تريا لين يوم الهي. إن شاء الله. فنان الجاليريا؟ ثانك يو. من البحرين انت؟ اي نعم طال عمرك. متى جيت من البحرين؟ انا من 8 سنين. من 8 سنين من البحرين؟ جالس ابو ظبي؟ مقيم طال عمرك. ما شاء الله. نعم. اقول لك هذا الوالد الله يحفظه. الله ما زين الا ابوك. انا ما اخذت اخويا اخويا ما اخذت شيء من زين ابوك. الله يطول عمرك. طول عمرك وعمرك والله مليون. طول عمرك. هالورد اللي عندنا انه اخونا مع سلمان. ما شاء الله من يوم مرحبا بسلمان. شرفتونا مرحبا والله. شرف لنا يا اخوي. اقول لك شو رايك في هالمول الفنان؟ والله زين عجيب. فنان والله. والله انت العجيب. الله يسلمك. وانت جاي من ارض العجائب. الله يسلمك. البحرين هي صندوق يسمونها المندوز. إيه كل صيحه زينه فيهاك تجوري. إيه تجوري الخليج اسمه. الله يطول عمرك. في الاكل الله يسلمك. وفي المجوهرات وفي الطيب وفي الاخلاق. الله وفي من كل اسمك. الله يسلمك. الله هاي من اصل معدنك. لا خلينا منك. الله يسلمك. ابتسام حبيبي. الله يطول عمرك. مرحبا. تعال 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 تعال. مرحبا مرحبا بملايين. مرحبا ابن محمد. عيني والله بالنعم. الهايري. والنعم. وانت؟ انا احمد راشد من سيسات الخيل. ما شاء الله عليك. ما شاء الله. ذمتي ذمه خلهم يعرفونها للسلام. لا 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 دخل والديك. لا 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 تضرب في ذمتك. لا 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 حلتي حبيبي. انا نور فيك في ذمتي ذمه. لا خلينا منك. نعم ولا من قدامك. من وين يا وانت وتنتو؟ اه ورد السلام على عمرك وعلى اهلك وعلى كل من يحس عليك بدعه الرحمن. لا قبل خبرني انت منو؟ احمد محمد يا ربي بلاك محترج ميدان هذا اشكر هنك لهرجاله الله يحفظك ان شاء الله والله مليون اليوم عيد ميلادها؟ والله اليوم عيد ميلادها هابي نيو يير هابي نيو يير هابي بيرثدي تو يو هابي بيرثدي هابي بيرثدي مايا يلا اليوم عمدا جيت الجاليريا لان الباحة كان عايبني فوق ما تتخيلون لك الباحيينا بسيدة دخلنا على العشاء 9:30 وظهرنا الساعة 10:30 كنت خفت اللوادف فاليوم اقتنصت الفرصة وييت الله يحفظكم الساعة 8 أنا واصل ويلس لين 10:30 الحين موعدي حجزت موعد على العشاء في المطعم فلذلك يعني ييتي يتم والم وزين وفنانة استفدت من الوقت الباحييت وسيدة صرت أتعشى وخطف علي الوقت ما شفت شيء امس مشيت بس في الدور الارضي اليوم مشيت الارضي والثاني والثالث وكل واحد منهم من الادوار الجديده هاي في السكشن الجديد اللي في الجاليريا اخير عن الثاني مكان في منتهى الروعه والمطاعم وبي كلهم في الفل والكافيهات كلهم في الفل والدنيا الدنيا ما شاء الله العاصمه قالت تغني يا لي عاصمه تغني اليوم عمدا جيت الجاليريا لان الباحة كان عايبني فوق ما تتخيلون لك الباحيينا بسيدة دخلنا على العشاء 9:30 وظهرنا الساعة 10:30 كنت خفت اللوادف فاليوم اقتنصت الفرصة وييت الله يحفظكم الساعة 8 انا واصل ويلس لين 10:30 الحين موعدي حجزت موعد على العشاء في المطعم فلذلك يعني ييتي يتم والم وزين وفنانة استفدت من الوقت البارح جيت وسيدة صرت أتعشى وخطف علي الوقت ما شفت شيء أمس مشيت بس في الدور الأرضي اليوم مشيت الأرضي والثاني والثالث وكل واحد منهم من الأدوار
الجديدة هاي في السكشن الجديد اللي في الجاليريا أخير عن الثاني، مكان في منتهى الروعة، والمطاعم وبي كلهم في الفل، والكافيهات كلهم في الفل، والدنيا الدنيا ما شاء الله، العاصمة قالي تغني يا ليه عاصمة ما شاء الله، والمطاعم أبويا إن بغيت الإيطالي إن بغيت الفرنسي إن بغيت أبويا مال مطعم من كل أنواع المطاعم اللي في الكون كلها موجودة، المطاعم اللي في الكون كلها موجودة وكل واحد أخير عن الثاني، وكلها أبويا بتوين الفايف تو سيفن ستار. نعم خد لازم ألبق اللي حق يشوفوني زين. بسم الله مهم يا عاد الرجال بياخذ الطلبات وهو واجب. قلت له لا You have to sit here. How are you? Thank you so much. My name is Khalid. My name is Hamid. Nice to see you. Hamid? Hamid. I'm from Azerbaijan, Baku. Baku. Well, I've been to Baku. When? The first time, it was for 5 years ago. Oh, and after that, I've been with the first airplane from Etihad Airways. From Abu Dhabi? From Abu Dhabi to Baku. Yes. I am the first plane go with it. But so expensive, I think. No, it's not expensive. Well, عندك خبر. It's five-star تمون airline. What you mean? We need Next time, I want to fly business class. بعد. مهم. يا عاد الرجال بياخذ الطلبات وهو واجب. قلت له لا. You have to sit here. How are you? Thank you so much. My name is Khalid. My name is Hamid. Nice to see you. Hamid? Hamid. I'm from Azerbaijan, Baku. Baku? Well, I've been to Baku. When? The first time, it was for 5 years ago. Oh, and after that, I've been with the first airplane from Etihad Airways. From Abu Dhabi? From Abu Dhabi to Baku. I am the first plane go with it. But so expensive, I think. No, it's not expensive. Well, عندك خبر. It's five-star تمون airline. What you mean? Next time, I want to fly business class. بعد. أقول لكم هذا المطعم عندهم طلب هذا يبون ستارتر. لكن اللذة في الدنيا كلها فيه. هاي عبارة عن بعو محارة يأكلونها اللي داخلها واللي داخلها لذيذ بليق فوق عن القاعدة اللذة اللي فيه وطعمه ياخذ العقل شيء فنان يمتازون فيها المطعم الفرنسي هذا أظن اسم المطعم أتوقع أن هذا هو المهم هذا أبواي فنان يبون ستارتر فهذا شيء هالنمونة ها وينكل هذا اللي تشوفونه داخل هاي المحارب كبرها ما فيها إلا هالقطيعة ولذيذ غير نمونة يضاول الريج من الأشياء المميزة عندهم في هالمطعم هاي يبون لك أبوي دياي كاملة دياي تحدون دياي مع الماكينة على تكاليفة لكن هاي أبوي عادة تربية فرنسية فتي أبوي بهالطريقة حتى صدرها أكبر عن صدر الدياي العادية بالأخص وين الفندوة هذه شيء غريب عجيب إي والله هم الأشياء المميزة عندهم من 3 أيام اليوم ثالث أول البحر اليوم ما صرت سيرت على مكان وتكب نزل اللي صورته الظهر ثاني أبوي ما نزلت حين طرع علي نزلت على اليوتيوب ونزلت على الانستغرام والحين بنزله لكم زيارة اللي قلت لكم بنزلها عقب صلاة الظهر وكمل يذكروني وانسى وأمس كان ماشي تصوير واليوم عبر حط لكم اللي صورناه شيء جميل مش جميل فنان أنا الله يحفظكم عقب ما قمت بالزيارة للمكان هذا خاشت ثيابي لصقت أبوي ريحة الدرس والدبش كله في ثيابي وأنا ساير عندي تصوير للفيلم حب تصوير ساير بجتمع ويا المنتجين والصحافة ويوم سنة عيمان هذا اليوم يا قايل الله شو بسوي وين بدق براسي وشلكم أنت وسرت الشارج ما شاء الله على الشارج ولأن أبوي يشم ورق الحمامات مالاتهم وخلي الدريب والقمنها وهي وقضي ساماني ودخلت أبوي الحمام
عقيت كندورتي وعقيت سفرتي ودنياي، ما وعيت إلا وقف كروزر، أحب كروزر ستيشن. فمحمد زي اصبر بوي اصبر علي بنصور تصور وياي هالنمونة، قلت عنب وأنا بثيابي ويلا يلا أتشاهد، بلقي ثياب مطاميط والدنيا بوي استر علي اصبر، وشد إن تريا لين تلبست ما عليك إلا أو أنها ريال ما يعيب شيء. لا يا أبوي يعيب، منو قالك ما يعيب شيء؟ بصور هيرة بياكلوني بياكلوا غرب الله، وصلت علي ما شافني ليوم عقيتك الدورتي ليلة. شكرا. تقولون أنا وين في أي مكان؟ أنا أبوي بين هالعزب بين هالحلال بين هالدنيا اللي تشوفونها، الماء والخضرة والوجه الحسن. سلام عليكم. شفنا شيء دعم، شيء دعم يوجد للأكل وللشرب وللعلاج اللوادم ولكل شيء، لكن دعم للدبش، دعم للماء للدبش، دعم حق هل بالعزب، دعم حق هل بالحلال، هذا يوجد فقط في دولة الإمارات. لله الحمد شيء أكيد موجود في مناطق أخرى، لكن دولة الإمارات لها السبق ولها البداية من يوم نحن أطفال لين يومكم هذا، في الوقت اللي خطف حتى معاشات تمشي لهن الدبش. نعم معاشات، تخبروا واسألوا اللي تبون، معاشات تمشي لهم كل سنة، نقبض معاشات عن الحلال من أول الزمان هب من حينه. هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية يقدمون خدمات جليلة لجميع اللي عندهم حلال، هل بالحلال كلهم مستفيدين من هالهيئة. كيف؟ فهي الجهة المسؤولة عن الأمن الغذائي والثروة الحيوانية. كيف وشو الطريقة انهم يقدرون يحافظون على الحلال بترقيمه وفحصه والرش وكل ما يتعلق؟ فمن الخدمات المميزة اللي هي الترقيم، لانك انت بدون ترقيم ما بتقدر تستفيد. يعني عشان انت كمزارع او كمالك في الحلال هذا لازم تترقم لدباش، اذا ما ترقمت دباشك انت كيف بيعرفون انك عندك دبش؟ كيف بيعرفون الدبش هايل خدن لقاح تشنترن ما تشنترن؟ ترى اعواق وايد هتي الدبش من هنا. الكفت سمعتوه الاول، كفت الغنم وكفت الغنم، ها كفت الغنم انحل في دابشه طحن القطيع كامل ما خلى ولا راس. فتفتك من تلقح دبشك وتعطيه للشنتار، فكيف تعطيه شنتار منه والدرب؟ لا شيء من هند بتحصل شنتار، شيء من هند ما بتحصل. فلذلك أبوي اللي تترقم عبارة خذت شنتار يعطونها الرقم، وشيء لها رقم سيريال تشوفونه، هذا رقم أبوي متبوع الدبش وين ما تصير، لو تنشل لو تنصرق، لو ينصرق الدبش شرق غرب يصير آخر الدنيا، تتبعه أبوي بالأقمار الصناعية تتبعونها للدبش بس بالأرقام. الخدمات البيطرية اللي يحصلونها غير الشنتار واللقاح، تي حملات كل سنة، كل سنة من أول السنة تبتدي الحملات، عبارة عن 4 أو 5 مرات يسيرون يجولون جميع العزب، أي عزبة تلقط ما تعابهم إلا دخلوا شنتروا، لأن شيء تي معين للشنتار وشيء وقت معين لزيارة العزبة هذه أو العزبة هايك أو المزرعة هذه أو المزرعة هايك. فيقوم طاقم كامل من مواطنين من دكاترة من عمال، أنت ما عليك يا راعي الحلال إلا أنك تكون متواجد عند حلالك، لأن الحلال أبوي ربه راعيه، ربه راعيه، ما تتشل بالدبش على عمال وزيد وعبيد، شرات تربية العيال، شرات تربية العيال، أيون ويرشون وينظفون عن القمل وعن الكت وعن الكفت وعن القراد. الحين لو تحيدون القراد ما شيء كثرة يدبي حتى في علبة اللوادم، الحين فضل من الله سبحانه وتعالى، ومن ثم فضل حكومتنا الرشيدة وبأوامر من المعازيبي على الله يمد بأجلهم ويمتع بعمارهم يا رب العالمين ويحفظهم من كل شر وضر، انهم انفعوا العرب، انفعوا العرب بهالقوانين، انفعوا العرب. انت تدري انك انت يوم تحصل تترقم ادباشك وتحصل الرش وتحصل الشنتار وتحصل اللقاحات، انك انت تحصل تخفيض ودعم ما يقارب فوق عن 70% بمختلف أنواع طعام،
مختلف أنواع الطعام والأعلاف هنا فوق عن 70%. هذا ما يحصل في أي بلاد، أي بلاد ما تحصل هالدعم. الأول أنتوا تحيدون الأدباش فيها عواق وايدة، من هالكفت، من هالجدري، ومن هالحصبة، ومنها وايد عواق، عواق وايد. هذا بويه، حتى بلويوه، حتى البلويوه هذا اللي حيس ويه اللوادم يضرب الدبش الأول، الأول يضرب الدبش. الحين الحمد لله الدبش أبوي يفتكن، اللوادم حين ذيهم العواق اللي لولتي الأدباش حين تي لوادم، ما توعاب اللي احتاس ويه، ما توعاب اللي احتاس ويه. هي والله هل الشنتار والعلاج الحمى القلاعية والحمى ما أدري شو والسرملة وكرملة وما أدري وايد هالأشياء، وايد هل بالحلال اللي يقولون والله نحن ما نبي حد يرقم حلالنا. كيف يعني ما يرقم؟ كيف بتعرف الدائرة إنك أنت خدت نصيبك من الشنتار، خدت نصيبك من الطعام، خدت نصيبك من العلاف؟ ما بتقدر تعرف، ما بتقدر. كيف بتعرف الدائرة تزيدك في الحلال في الطعام، تزيد نسبك في اللي انت تاخذه هذا من علف، من جت، من شعير، من مركبات؟ هذا كله يباله ترى ارقام، يباله ارقام. بدون رقم عشان يكون في جرد في حسابات، ما بالله بيعلومي هو ضربه فيك وضربه في مصريك، لا، هذا كله حساب ووراه هم ناس موظفين ووراهم حسابات ووراهم اشياء وايد. بسم الله اي سلام عليكم مبارك. السلام ورحمه الله. ايش حالك؟ كيف انت؟ بخير يعني يا مرحبا بمبارك، ما شاء الله رد حالك، هذه ما زينك تبارك الرحمن، تختبنت بندور لك عروس. الحملات الرش هذه اللي تظهر كل سنه 4-5 وديات يظهرون يخطفون على العزب، على المزارع، على هلب الحلال كلهن. اللي عنده دبش خطفوا ورش، هذا كله كم يكلف؟ يكلف ارقام كبيره، يكلف ارقام كبيره، يعني مش شيء بسيط، شيء لا ما تحصاه. الجن ما يرمون يحصون، يبال ميزانيات تهز دول، لكن الحمد لله الدادلهم. يا يعني الله يطول بعمار ان شاء الله المسؤولين ويحفظ كل قائم على اسعاد شعبه يا رب العالمين من كل شر وضر. السلام عليكم. ما خبرتني باسمك دكتور؟ دكتور احمد البدوي. يا مرحبا بدكتور احمد. هيئه ابو ظبي للزراعه والسلامه الغذائيه. ما شاء الله ما شاء الله عليك الدكتور، بارك الله فيك. تحسون شيء معاناه مع الحلال؟ لا ابدا. ولا في متعه؟ متعه اكيد، لان هذا طال عمرك الحلال ثروه يعني. الحمد لله. البلد يعني. والله انتم الثروه جايينا من دار من دار الطيبين، جزاك الله كل خير. الله يطول عمرك. الله يحفظك، شكرا شكرا يا دكتور، شكرا. مع السلامة يا مبارك، مع السلامة، سلم على الربع، سلم على الجماعة اللي عندكم كلهم، شكرا على حسن الاستضافة، بارك الله فيكم. كل الشكر والتقدير لهيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قطاع الثروة الحيوانية، طال عماركم مشكورين وما قصرتوا، إن الله يحفظكم ويمد بجلكم ويمتع بعماركم لما يحب ويرضى، خدمة الوطن والمواطن، بارك الله في كل قائم على عمله على خير وجه. بارك الله فيكم بذريتكم في كل من تحبون وتودون. المهم أقولكم بيتنا اليوم ممزور من هالعين، جايتنا وحدة عن عشر، جاي بعد هاي الهدية، الهدية هاي تعتبر حق ابنه. أنا بخبركم شو الموضوع، الموضوع شو؟ هذه الحين الحرمة تستوي أم ولدي أنا أحمد مرضعتنا. أول ما طاح أحمد في العين شلت الحرمة هاي ورضعته. فالحين هاي ما حد خبرها أن أبوي عندها حفيد، حيستوي حفيد لها. فالمهم يت فرحان أبوي من العين، هي وبناته وياي بها الحلاوة صورة فيها ما أعرف شو. مشكورة يا أم محمد، كل سنة وكل حود، يعني عمرك طويل. كبيرنا اليوم صيرونات وفنان، خليتهم دبقوا شوية مشاوة ودهينة، ما حطوا عاد عليه. وهذا الدنقل، وهذا أكيد محلة. أيوة هذا المحلة، هذا أبوي المحلة، محلة الرفيع. أبي أجنك ميطني وميطك. صراحة أبوي ساير تشارج بشيرتكم، صراحة ساير تشارج. السلام عليكم. وين جايكم هذا؟ من يجيب هذا؟ الله تكرم. هذا نفر الشرف. How are you؟ السلام عليكم. ها شو أخبار؟ الحمد لله. صبر رامي شو هذا؟ هذا فيجيتابل. فيجيتابل اليوم؟
ثانك يو. ها علومك كل شيء اوكي؟ اخبار مني منك ما في؟ ثانك يو. العاصمة يو سلام باليوزو عسكر نظام، هي عدمة بالعاصمة، هي الشارجة يو سلام باليوزو عسكر نظام. تعرفون عاد شو الباليوز؟ شرحناها كل يوم يوم وصلنا الشارجة. الباليوز اللي هو بيت الحكم البريطاني الأول. الأول بيت الحكم البريطاني يسمون الباليوز. برهم الله ثرهم رافوا باللوادم يوم استعمروها. في كل مكان حاطين ابوي نقطة، في كل مكان حاطين، في كل مكان حاطين بيت الباليوز، في كل مكان. وعاد كل موقع له إدارة. وليه في الشارجة هاك يقولون موجود لين مدة بسيطة يعني. لكن إن شاء الله نحن بنطالع إذا حد عنده صورة بيت الباليوز وبرد بننزل هالمجموعة إن شاء الله تشوفونها على الأقل. أقول لكم المهم عادة هذا أبوي الريال هذا مدير عام شنقريلا بكبره. شوفوا سبورت وفنان ورقم واحد. انا والله تخيل ما عرفتك لا بسبور. الله يعزك. اي والله. وهاللي قدام مدامتك ومش خايف كريمه. كريمه مرحبا مدام. فليش يعني ليش يعني خليتني بيخطفنا عنك بيخطفنا هذا السن هو اللي عليه الخطر. تحملي بيخطفنا بيخطفنا بيخطفنا. الله يعزك. بيخطفنا بيطير عنك بيطير. الله يحفظك ان شاء الله بالتوفيق. سلم على الجماعه كلهم ابوي في شنقريلا. شنقريلا من اجمل وارقى فنادق في عاصمتنا الحبيبه. فندق مميز وجميل وفنان. مرحبا مدام كيف حالك؟ الله يسلمك. ابوي الجينا شاعر مميز وفنان وفي التليفون ياسع. كل ما طرش لي شيء على السناب اقول له دخيلك خلني انزله. قال لي لا 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 انا ما اريد. وحين عرفني بعمره المراد ما في هذا الموضوع. عاد يوم قال لي انا الشاعر قلت في خاطري زين ايه الفرصه بنخليه يعد لنا كم قصيده نسم. قال انا الشاعر اللي دوم اقول لك لا تنزل لي شيء. فحين حطيته قدام الامر الواقع. فحين ابوي دق الحديد وهو حامل. والله يا ابو محمد تستاهل الطيب الشاهد. عرف بعمرك الله يحافظك. معاك فاهم بن سعيد الشميلي. والله والنعم. نعم الشاعر انا وايد يازي لي قصيدك يا العمر اللي دوم ترسل لي اياه. يا العمر شيء وايد فنان مميز ووايد فنان يعني من شعرنا من قصيدنا نحن القصيد الأولي. نعم. فدخيل والديك نبى شيء ثامر مدة دقيقة ثامر. نبى شيء في البلاد نبى شيء في الغزل نبى نبدي شيء في ما البلاد قبل شو رأيك؟ البلاد مو بحافظ انها نعاد. انت عيل توي عيل جد من تلمت انت عطنا المتيسر وخل المتعسر. نعم تفضل يا الشاعر. عاد انت قلبك خضر وانا اعطيك شيء خضر. توكل على نعم الله. يقول لي وسط قلبي تشريغه اتلعن والعين مشراغه لينوش البال تشريغه لينوش البال تشريغه ولا خلج من رامه وراغه حمر خدوده تلديغه والنحل ما هابه وناغه اشقر والعين رويغه مثل ما الاحرار رواقه. انت شعري وانت الصيغه وانت عمري وانت بزاغه ما حولنا كود نزيغه حافظا عهدي ومصواغه. يا رب تسلم. شاعر هركني انا اتمرن ضربه في قبل 15 سنه اظني. نعم هالحول هالحول. نعم زين يلا بعد وحده ثانيه. يقول صر ضيجة في القلب صرة كما طير ينوش البال ضاري كفاك الله مخلابه وشره من حومه سليج البال ساري عليك أخاف من حومه من كره وفره ومن عس نحوف الليل خاري فلا تجدي من الحبلين يره وعمر خاه بياع مشاري عليك بذكر من يكفيك حره لواهي بنت شوش القلب ناري يلي زاحد دجاب الليل سره يطيب الذكر للخلاق باري. وسلامك وسلامك يا ابو محمد. مشكور يا الشاعر وبرك الساعات اللي التقيت بك وطول الله في عمرك شيء الله يطول على فريجك وعلى سلام كل سلام يبلغ ويعود يا ابو محمد. سلام يبلغ ويعود. مرحبا مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. موجودي على الله يحفظكم عند مرشحكم العزيز الغالي سلطان الصغير البلوشي. السلام عليكم بغيث. وعليك السلام والرحمة وبركاته. مرحبا أبو محمد. يا حيك بخير الله يطول عمرك. وش حالك؟ يا مرحبا ومسهلا بغيث. نحن ناقل 3 أيام. نعم. في مركزك الانتخابي في فندق الفيرمنت باب البحر. صحيح. بين المغرب والعشاء. نعم. وقلت لنا عن الدراسة اللي انت مجهزنها بخصوص الدعم الاجتماعي. طال عمرك هذا ابتكار في برنامج الدعم الاجتماعي المتميز. هذا البرنامج طال عمرك يشمل اللي هو كبار المواطنين وأصحاب الهمم والمطلقات والأرامل والمتقاعدين
والزوجات لغير المواطنين. نعم. طال عمرك البرنامج هذا عبارة. يعني تقصد المواطنات. المواطنات طبعًا. نعم. طبعًا. نعم. المواطنات. نعم. البرنامج هذا يا طويل العمر فيه خصومات تصل في البرنامج من 50% إلى 100%. نعم. في جميع القطاعات سواء الحكومية كانت الخدمات الحكومية أو حتى في المشتريات. وفي بعد إعفاء من اللي هي وسائل النقل العامة بالحكومة. بغيث وايد هالعرب اللي تمني وبعطيك وبسوي وبفعل وبترك، هل اللي انت رمست عنه في له دراسة موجودة على الواقع؟ طبعا ابو محمد موجودة الدراسة، وهذا من أحد الأمور في برنامج الانتخابي ابو محمد. أنا دائما إذا بطرح أي موضوع في برنامج الانتخابي أو فيها يعني الأمور هذه لابد أن تكون لها دراسة. الدراسة موجودة وبنعرض لك إياها طال عمرك، وبتعرضها أنت عندك على السناب إن شاء الله. بغيث. نعم طالب. أنا مواطن متقاعد. صحيح. من هالكثر سنة. وأنا بعد تراني متقاعد أبو محمد. إنزين الدعم هذا اللي أنت تقول عنه المتميز. نعم. شو بيبتني أنا منه؟ شوف طويل العمر، اليوم أنت عندك رسوم حكومية في كل شيء، معاملاتك الحكومية العامة أنت تدفع عليها رسوم. أكيد. أنت كمتقاعد اليوم الدخل مالك تعتبر من الدخل المحدود. طويل العمر لازم نحن نفكر فيك بس بطريقة دعم حكومي مميز. فالدعم هذا بيكون عبارة عن أنك تحصل إلى خصومات من حيث الجهات الحكومية، زايد مشترياتك ابو محمد، انت عندك مشتريات والتزامات منزليه. نعم. عندك عائله. اكيد. العائله هذه ايضا ابو محمد لازم انت عليك بعد تحصل على دعم في المشتريات هاي تصل الى 50%. بين ال 50 وبين ال 100 ابو محمد، حتى الدراسه هذه انا ما اخذتها يعني محليا، انا اخذتها محليا اقليميا دوليا. يجب علينا أن نحن نكون في الدعم الاجتماعي متميزين، والتميز بالدعم الاجتماعي يجب أن يكون يرقى إلى الناس اللي ذكرتهم أنا، من هم الكبار بالسن وأصحاب الهمم والمطلقات والأرامل والمتقاعدين وزوجات الغير مواطنين. برنامج الدعم الاجتماعي المتميز أو المركز اللي يطريه سلطان الصغير البلوشي، أكيد أنه له مغزى وله تركيز وايد، وبالأخص هالأيام. أنا سمعت قبل في السنين اللي اختفت وفي الانتخابات اللي قبل واللي قبل على طول نسمع، لكن الدعم اجتماعي متميز وشامل هذا أنا أول مرة أسمع به. أتوقع لأنه شاب وطموح وعنده القدرة وعنده تجارب، فلذلك أتوقع أن الله سبحانه وتعالى بيسر أموره وبيوافقه، وبتكون فكرة ما كنت حصلت من قبل. وأنا أنا عن نفسي راضي كل الرضا، وليليج أنتو في العقل أني أنا بيكون سلطان الصغير البلوشي أني أنا أتمنى للخير، إلا إذا أنا تأكدت 100% منك كشخص ومن أكثر من شهرين ثلاثة. وقبل صيته سابج فعله، صيته سابج فعله، تشهد له الرب والعرب. الله يحفظه ويسر أموره ويحفظ أموره إن شاء الله كل مسلم، ويحفظ إن شاء الله كل المرشحين، ويحفظ كل مسلم على أرض هالدولة. وايدين اللي رمسوني عشرات، ما دخلت لا بيا فلان ولا بيا علان ولا بيا فلان ولا علانة، دخلت بالذات ويا منو؟ ويا سلطان الصغير البلوشي. عيبتني فكرته واقتنعت بها، مثل ما أنا مقتنع أني أبا أسير طريق هذا وهذا هدفي، اقتنعت قلبه على البلاد كلهم قلبهم على البلاد، لكن هذا بالذات أشوف أن عنده مسار متوجه فيه في منتهى الروعة، ينفع البلاد ينفع العباد. طرح فكرة التوطين وبابتكار، يعني معناته شيء دراسة، شيء دراسة مسبقة، شيء جدول زمني، شيء ترتيب. ما قال أبوي مع الخيل يا شقرة ولا أخذوه فقلوه ولا أبويه إلى جهنم واصلوه، لا لا،
كل شيء بترتيب وكل شيء بالعدل ودراسة شيء مرتب وقاعدة جماهيرية له تحبه الناس كلها. ما أدري شو سر العلاقة بين وبين هالجمهور آلاف المؤلفه كل يشكر عليه. على الله يحفظه ويحفظ إن شاء الله باجي المرشحين كلهم. وبما يختص ببرنامج الدعم الاجتماعي المتميز اللي الحين قبل شوية طرحه عليكم الأخ سلطان بوغيت، ترى البرنامج يشمل الفئة الأكبر والأهم في مجتمعنا، مجتمع الإمارات، مجتمع دولتنا الحبيبة. برنامج الدعم الاجتماعي المتميز يشمل كل فئات الشعب اللي هو أمي وأبوي وأختي وأخوي وخالي وخالك وعمي وعمك، كل فئات المجتمع يستهدفها الحياتي واليومي في جميع الأشياء اللي يحتاج لها الإنسان على هاي البلاد، من المتقاعدين والأرامل والمطلقات وذوي الهمم وكبار السن، يعني كل حد ما حد دون عن الثاني. كلهم أبوي اللي حاطنهم سلطان صغير البلوشي في مقلة عينه، ومركز إن شاء الله أن الأمور بتغدي طيبة ومن حسن إلى أحسن. الله يوفقه ويوفقنا ويوفق أمة محمد أجمعين. 152 الرقم الانتخابي لإمارة أبوظبي للأخ الفاضل العزيز الأستاذ سلطان الصغير البلوشي، مرشحنا ومرشحكم. رقم الانتخابي 152. عن عمري أنا عن نفسي يا خالد بن أحمد بن عبد الله الخالدي، أنا عن نفسي مرشحنا وبكل ما أملك من قوة، نعم بحيل الله وبأمر من الله، واللي بيرشح مرحبا وسهلا. مرشحكم الانتخابي سلطان الصغير البلوشي رقمه 152 عن إمارة أبو ظبي. وبارك الله فيكم وبارك الله بعد في كل من بيرشح. أقولكم أنا عادة اللي روحي شيء يخصني تقييم الشخصي لأي شخص أقابله، لي تقييم بين وبين نفسي، أرمس بالساعات إذا أنه شخصية خاصة فيه أرمس بيني وبين نفسي، لكن إذا شخصية عامة يهمني اللي مثل شخصية سلطان الصغير البلوشي يهمني أخبركم شو انطباعي عنه أو شو هو اللي خلف الكواليس. كل شخص في هالدنيا العودة عنده أشغاله وأموره العائلية أو العملية، فيعجبني في بوغيت أنه يوقف على شغله الخاص فيه والشغل اللي حتى اللي موكل إليه من تجاه الناس اللي من غير، يوم حد يبقى من خدمة يوقف معالي رأس اللي بيخلص الخدمة هذه لين تنجز، خلاف يطمن. يعني مش اتكالي، ما يعيبه يتشل على حد، يعيبه روحه ينجز العمل ويتقنه وخلاف يسلمه بدون مقابل، فقط يتريع كلمة جزاك الله خير، يدور الأجر من الله سبحانه وتعالى. هذا شيء قليل تلقطه في شخصية مثل شخصية الأخ سلطان بوغيت. لبودي ولبوديتين عدة مرات أسير وقابل الأخ سلطان، الأسئلة تكون ارتجالية مثل ما تعرفون، وأجوبته تكون ارتجالية روحه بالتلقائية ومن المتعارف عليه. أي لقاء تلفزيوني أو صحفي أو زيارة زيد أو عبيد من سوشيال ميديا أو أي مكان كان، لازم الأسئلة مجهزة ولازم الأجوبة بعد مجهزة. مع سلطان لا، وتلاحظون روحكم أنتم طريقة سؤال طريقة دخولي وطريقة ظهرتي وسيرتي وعلمي وخبري عنده كله بالتلقائية، فلذلك تلقطونه ما شاء الله عليه أجوبته ارتجالية مش جاي مجهزة، حتى لذلك إن كان في حرف زيادة حرف ناقص نحن ما نشله. ليش السبب؟ لأنه مش الحين كلام قرآن ولازم ينزل بالضبط. على سبيل المثال مساء كان عندنا في الكتيبة كاتبين نحن 2018 وهو 2019، طرشوا لازم تصلحوا، لا ما بنصلح، كتبنا حرف زايد ولا حرف ناقص. المول على شو؟ المول على المعنى، المول على المغزى، المول على التنفيذ، المول على الإنجاز. شو المضمون؟ ما بلا قر 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 على فاضي.
من الأشياء اللي سألت سلطان كانت شيء طبيعي خلف الكواليس. عاد أقول له بغيت أنت وحينا خلي حالك حال غيرك على هالرمس وهالدنيا كلها. أقول ومعلوم أنه شيء لك أفعال مسبقة وشيء رمس مسبقة وشيء أحداث على الميدان والناس تعرفك لك المقربين، لكن اللي من غير اللي ما يعرفونك يحاتون يمكن يعني يقولون إلي يكون أنه سلطان حاله حال غيره إن شاء الله إن شاء الله وفعل وفعل ما وصل صوتكم ولا لا 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 وخلاف أبوي إن شفتني في القطيف قطفني إن شفتني في القطيف قطف. نعم إن هذا رده، قال ما يطيع زينك أنا أوعدك وأنا من الأساس إنسان شفاف وإنسان أبوي ما عندي لا لف ولا دوران، أنا إنسان سيدي في حياتي اسأل عني منتبه. فلذلك أوعدك في عالم تويتر كل 3 شهور بتكون مدونة وتغريدة كاملة شو اللي سويته طول فترة 3 شهور كل، بيكون أنا اللي السبق في الموضوع هذا، ما حدش تسواه قبلي وأنا إن شاء الله أوائل الناس اللي يسوونه، وأنا أوعدك ونزل هالمعلومة من تظهر عني إن شاء الله. الأمراض حين متوكلين سايرين البيت البارح مسايرين علينا أبوي هالعين ومازرين البيت يميع الصراط، من الأشياء المأكولات اللي جاية من العين مسوين صالونة المرابي، صوالين صالونة المرابي أو مرقة من مرقة المرابي، لكن لا هاي المطرشة صالونة من صوالين المرابي اللي هو دياشة صالونة الدياشة سووا فراري صغار، كان فريريات ولا فراري اللي هو عادة يذبحونهن في سن صغير فيجيبونهن للمرابي فيعبين كمية. وبالبارحة الحين عاد تخبرون الصبح شو الغداء، قلت شو بعد الغداء رفعوا لي من مال البارحة بسخنوه وبيكون غداية إن شاء الله، أن غداية اليوم من غدا المرابي. تحدون هاك اليوم يوم أصور الدلال الورديات هابوي دلال مرابي إيه بيستعملوه الريايل، أقول ييه على الريايل اللي فارجونك يلي دوم تتعلقين في هالتعليق الفارط غير نمون حد من العرب، حتى لون الدلال بينقدون عليه، والله الدلال هاي دلال مرابي بعد دلال مرابي غيره مكتوب عليه دلال مرابي دلال بيت ترى هم بدلال حينه صيوان ولا ميلس ولا بيت شعر ولا مجلس الشعره ولا برزه شيوخ ولا برزه ناس معول، لا هذا بيت عادي البيت بيت بيت العادي كل يوم يستعملون مليون لون ولون وكل شيء عيبهم في البيوت العوائل. انا ابو انا بروم احط شيء رسمي شيء رسمي او حق الناس الرسميين، انا في حياتي اليوميه ما عندي شيء رسمي، عندي الحياة العادية حالي حال العرب، لا فوق راسي ريشة ولا عندي خبر، حالي حال لوادم ولا يعيبني الطرب عند العرب وكل شيء فنان يوزلي في كل شيء. من الأشياء يعني اللي تخلي الواحد يظهر من ديوان عقله يكون يعني مثلا يأتيني دعوة رسمية من مكان رسمي مكان دائرة معينة ولا وزارة معينة ولا مكتب معين خارج الدولة ولا داخلها، يكون عاد أنا ما أخذ اليهدة وشاط عمري لك و600 جسم ومركز في الشرح ولا لا 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 ويا مسؤول ولا ويا حد من مدراء الاقسام اللي هو يجيني رساله تجيني رساله في وانا في نفس الموقع وانا عاده افتح عشان اجاوب الوادم مضمون الرساله ابو محمد كم اعطوك عطاك الله وجمه الحين تودرت هالموضوع كامل كم اعطوك عطاك الله شيري كم اعطوك هذا في حاسيه بالله عليكم ولا تظهر لي وحدة وأنا يكون في نفس التغطية هاي طلع عليك أبو محمد شو نوع الإجحال اللي تستعمله هاي حد يسألها الأسئلة الخايسة يا أبوكم هاي دروب نضايعة يعني يا ما شفت حد يعني ودروا هذا المبنى اللي مكلف مليارات ويميع البرمجة ويميع الدنيا ويميع الموظفين ويسألن أشياء سخيفة ما لها أي معنى، لكن بالمقابل أكيد يعني 99% يسألون أسئلة جيدة، لكن 1% هذا أنا ما في خاطري يكون موجود، يعني خاطري ما يكونوا موجودين الفئة هذه اللي تخبر يود يسرط الهيب ويغصب الإبرة يودر الدنيا هذه كلها ويسأل عن الإبرة، ترى صارت هيب توك هيب يا مال الهيب اللي يفلق خمرة رأسك
ودر تلهيب وفعايله تسأل عن الإبرة، هذا يسمونه اليور، يور 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 ومنكر، هذا يور ومنكر. اي والله وملاقه فيهن هاي اللي يسألن عن الأسئلة السخيفة هاي، هن يسمونها الملاقات، البرع القويات. واللي خلاني الحين أكثر أتكلم عن الموضوع في سيارتي الأمسية يوم تغطية فنادق دورشستر، كل دقيقة تيني مسجات من ناس إلهم في الفنادق، ناس ما تدوا وصلوا حتى طريف، ناس ما تظهروا ما وصلوا حتى سيه شعيب، ويكون يبون يعرفون كم التكاليف ولا شو اللي استفدت أنت من هالسير وهل يجي ولا لا لا. ما أحس إن السؤال ما له معنى، يعني هذا شيء خاص فيي أنا، شيء خاص في حياتي. ترى هذا بيع ومشترى وبزنس، مثل ما لادمي أنت تحب حد يسألك كم معاشك، كم صرفت في بيتك، كم عطوك، كم ما عطوك يوم صرت بعت السيارة كاي، كم عطوك. ترى ما حد يسألكم، ليش تبون تعرفون كل كبيرة وصغيرة عني أنا. بالنسبة للي يتخبرون عن مجموعة فنادق دورشستر، هم وغيرهم أكيد شيء بيزات، ما حد ما صلى المصلي وصام اللي يبغي في الجنة مقام، ما شيء بلاش، ما شيء أبوي. أنا يوم أسير حين أعلن عن شيء كان ياز أو ما ياز، أنا أسير أظهر محتوى الشيء هذا أو أظهر جودته أو أعلن أن الشيء هذا موجود. أنت يا زلك تراك بتسير، ناسبك السعر بتسير، ما ناسبك السعر تراك ما بتسير. ما بلازم أنت محد عزر عليك دقك على يديك وقال لك سر، ما حد بيدقك على يديك. كل إنسان يسير ويجي من الله خلقه، لكن أنا أسير أظهر محاسن الشيء هذا. حين حتى يوم بيصيرون يخاطبون العرب، بيصيرون يخاطبون يربون العروس، أظهروها لبنية شافت اللم أم المعرس وشافت أخته وخالته وعم، ما يودوها لا، أظهروا لبنية شافوها الحرمات بس لا أكثر ولا أقل. يستوي القبول ما يستوي القبول، يازت ما يازت، هذا شيء علم عند الله. لكن الزيارة الأولية هذه تكون مغلقة، ما حد يدري بها، أهلية بعضهم ما بعض، أظهروا العروس يازت يازت ما يازت، كفى الله المؤمنين القتال. السنين الأولية هذا قص خشوم وعيب ومنقود، الحين لا، الرجال أبوي يسمونها النظرة الشرعية، من يصير أبوي وهذا شافوا هل ويازت لهم، بعد يابوا الوليد دار درى ودار ما درى، أظهروها بشيلته وحجابها وشافها الوليد يازت، لقال مايا ترى هاي صلحت لي أباها هالبنية، خلاص توكلوا على الله وسوت الخطبة رسمية. لك أما يازت له البنية ما بياخذها اليوم بين شعنها نهار ثاني ودرها، لا. فهذا اختلاف ثقافات وتطور الوقت، اختلف الوقت الأولي عن الوقت الحالي. نرد الصلب الموضوع، فحينه اللي يتخبرونها التخبيرات، فهذا حين الرد. انت يوم بتعيد عمرك بتسير بتداوم شهر كامل ليل بنهار، يوم بيعديك اخر الشهر بيجي بتقول ما بمعاش وفري الحكومة عليك هالمعاش، هاي الساعة طرش لي على الخاص قولي يا ابو محمد تراني انا ابوي الشهر هذا اتنازلت عن راتبي، ما اريده المعاش، ما اريد اقبض ولا بيز عن تعبي الشهر هذا. فلذلك انا نفس الشيء بقول فارق، طيب انت ابوي غدوتي، مثل انت ما تنازلت انا بعد ابوي بسوي هذا الشيء برخ بلاش في حب الله. يلا وصلنا وميت من الوعادة. اولا هذا حمدان جاينا من وين؟ من العين، جاينا من العين، جاي يزور البيبي الصغيروني اللي اسمه محمد بن احمد بن خالد الخالدي. شفت النونو جميل غاوي، وفي وحدة هدى قالت لي معفن. هدى من وين هي؟ هدى من وين؟ مغربية. قالت لي ثلاث مرات معفن هي، وقالت لي تل متى؟ توه. هي اللي تقصدها ولا لا؟ أيوة هاي اللي أقصدها، هاي العودة. أيوة. فتعال شو بنقولها؟
نقول هابوية نحن نقول تسيري بلادكم ولا ترمسينا نحن اللي يسبنا نحن ما نداني ولا نداني الإنسان اللي يقول شو قالت لك كلب ومعفن مرتين لو مرة قالت لك مرتين مرة واحدة كلب وثلاث مرات معفن ثلاث مرات يا ويلك من الله ليش تكذب والله ما أكذب ليش أنت تكذب أحلف رب الكعبة حدق على أمك حقول ايش سويت من أمس لليوم ليش أنت تكذب والله ما أكذب والله ما أكذب دولي حد الله والله مش حبيبك حبيبك أويهك ليش ها 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 لا اسمع قلتي؟ هي المهم تبان اني ابوسك اياها يبا تكبر؟ شو؟ ابوسك اياها هالدوبه؟ لا ادبها الحين ول تبان ادبها الحين؟ شو تبان نسوي؟ اضربها واجيب الحبل واربطها واجيبها في وين باروم ابوي بتربطني انا وانت هاي بتوردنا في طوي ما نروم عليها كم اكبرها هاي؟ هاي ابوك باخره هاي اللكي سمعت باللكي سافرت باللكي العمان هاي اللكي اللي يطرونها ما اروم عليها ابوي هدوبه يلا شوف من الاتبار انت دوم ويا دوم ما اروم ترى ما عذابي ما تعرف عربي خلت ولي صلاح ها انت وين الحين في دبي في وين اي مكان وين بيتكم بيت ام يعقوب شو غداهم ما اعرف ما اعرف صالونة سمك ربيان عليكم بالعافيه حبيبي متى بتون صلاح بالليل انزين على هواكم حبيبي سلم على ام يعقوب صلاح سلم على ام يعقوب لا بعد مساكم خير ونور ورضا وسرور نوجه ان شاء الله الى مدينه خليفه للتمرين اليوم كابتني اللي ضاري يمرني اجازه يوم السبت حطوا لي واحد غيره كنت متدرب وياه مره واحده والله فنان بعد يا غير انا يوزلي هذا اكثر هذا اللي الاول باخذنه من اول ما شفتي فاتن على الوادم يوم في الجروب الجماعي قلت ان شاء الله ما يجي يوم اني ادرب عنده هذا هو اللي يازلي سبحانك يا رب سلطان الصغير بغيث شاب طموح يستاهل كل الدعم مني ومنك عنده اهداف ملموسه يقدر يدخل فيها المجلس رجل أعمال عملي كان كل تركيزه على أهم المواضيع اللي تخدم جميع فئات المجتمع الإماراتي ابتكار من أجل التوطين وبرامج الدعم الاجتماعي المتميز لأن الدعم الاجتماعي كان موجود لكن هو بيدخل في عضو في عنصر التميز لجل يكون في استطاعته يقدر يخدم جميع شرائح المجتمع من المتقاعدين والأرامل ويوصل تأكدوا أن سلطان الصغير أكيد إذا الله راد إن شاء الله أنه بيوصل صوت كل شخص منتخبنا للجهات المسؤولة إن شاء الله ومثل ما قال حياة شيخ زايد يمال الجنة الباردة ونعيمها في الفردوس الأعلى يجب دعم جميع الشباب اللي يهدفون للابتكار يكون هدفهم مش فقط يعني التكرار لا ابتكار الأشياء الجديدة من الأشياء اللي تساعد المجتمع بالنهوض بنهضة شعب دولة الإمارات بشباب دولة الإمارات لأن الشباب هم عماد المستقبل من والله سبحانه وتعالى هو اللي بيجعل فيهم البركة مرشحكم وأخوكم سلطان
الصغير البلوشي مرشح عن إمارة أبو ظبي الرقم الترشيحي 152 رقم الترشح 152. فاللي عنده أي استفسار الأرقام عندكم وأرقام حساباته تقدرون تتواصلون وياه. أي استفسار عن شيء كبير شيء صغير على هواكم هو برسم الخدمة إلكم والغيركم ولدكم وأخوكم وابن عمكم من الجماعة الله الله فيه يستاهل الوقفة وياه يستاهل الدعم. الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ أمة محمد أجمعين. نرتيب بعد من هذا الشباب اللي علم بالفقاهة والثقافة ولما بهذه الأشياء أن بعد كذلك يصل إلى أشياء أخرى جديدة الآن نجهلها. الله يوصلنا إلى شيء جديد فنحن بنكون معاه ندعمه اللي ينقص عليه نحن بندعمه فيه كان كثير ولا قليل. اليوم بعد هالتمرين ما بهين ها ظني من ما أدري والله شو من البلادي البلاده شي بلاد احنا ما ادري بها. المهم التمرين بعد فنان منقينهم نقوه هايد هالبل هالبالجيم هاي اللي منقينهم ابوي كلهم سلط سلايط سلايط كل واحد منهم سلط عن الثاني. اي والله عنب اللي تلبح فوق هناك شو بعد ورا هذا ما شد عنه الا ملك الموت. يتخبرون عن مكان الجيم هذا في مدينة خليفة. وين سبنس؟ فوق سبنس هذاك اسمه بيكون هذا اللي فوق اسمه. عندي انا الانستغرام مالهم بحط لكم اياه الانستغرام لكن العنوان اظني هذا .com Westminster جنة اشتراني بهذا هو اظني. يلا بحط لكم انا هذا في الانستغرام عندي دوم طرش على الخاص لكن على العام اول مره بحطه من كثر ما حشرتني العرب شو اسمه كل دقيقه حط انا الانستغرام هذا مالهم حق اللواد مكان احب بحطه مره عن مرتين وحد يتخبرني عنه مره ثانيه. Right in.
power, power, power all the way to that 600 watts. 600. Okay. Yeah, you got it. Almost there. Yeah, you got power, power, power. Times 600. Rest. Okay. Thank you very much for everything. You're welcome. Okay, Captain. Yes, tell me. Where do you come from? My parents are from like Azad, Kashmir and Iran. From Kashmir. Kashmir and Iran, yes. Two in one. Two in one, yes. MashaAllah عليك. You متطوع ما شاء الله, Captain. We try, right? No one's perfect. Thank you, Captain. You're welcome. Thank you. والله يا ابوك الله لا ولا الله لا ولا الله لا ولاك على مسلم يا ريال. يهون هاك لي باغم ها. الله اني ارخ عرجات غرب والله هي والله شوفوا قلب المجروح. يلا. Thank you, Captain. Welcome. Good work today. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله يا خالد, هذا ابن عمك يقدم نفسه لك, تفضل يا أبو سالم. علي سالم بن علي ولد علي بن سالم العميري ولد عمك أبوك أحمد عبد الله داود, وإحنا من الجماعة. أنا ما اختلطت وياك بس اختلطت مع أخوك الله يرحمه محمد, جونا في دارينا هنا مع الشايب, والوالدة بعد الله يرحمه تعرفني, ما أنت الله أعلم تعرفني ما تعرفني, هالشي رجعك. وحفظنا زواجك في الدمام على بنت عبد العزيز بن أحمد الباني, الله يعطيك الصحة والعافية. مبروك عليكم اللافي, متربع عزكم إن شاء الله. جزاك الله خير. وجزاك الله خير وسلم عليهم. جزاك الله خير أبو علي. شهر 10 لبيهل تاريخ 3 وتاريخ 4 بإيصال ثن يوم الخميس ويوم الجمعة, جايينكم أبوي البلام من الكويت. هو ما حاش حوش, لا بيتم عندهم مخرج, لا بيتم عندهم ممثل, لا بيتم عندهم كمبارس, لا بيتم عندهم منبارس, لا بيتم لا فلان ولا علان, لا زيد ولا عبيد, كلهم أبوي جايينكم لين أنت يا أبو ظبي الحبيب. في الدولة في دولة الإمارات في العاصمة الغالي أبوظبي عندهم عرض يومين على ثلة مسرحية مميزة, ضروري أنكم تحضرون. اسم المسرحية ليلة زفته, يعني ليلة الدخلة أو ليلة الزفية أو اللي هو, المهم اسم المسرحية ليلة زفته باللهجة الكويتية. هذا أولا. ثانيا بيصادف أبوي خميس وجمعة, أوف كل هالعرب أبوي إجازة عندها, بتعينون من الله خير وتنبسطون في هاك المسرح الفنان ويويل وخلق الله يسد إنه جايينكم عاني من الكويت, يسد إنه جايين عاني من دار لنديرة, بتنبسطون بتضحكون خفة الطينة ليه في الدنيا كلها فيك انت يا البلا, كلها خفة الدنيا خفة طينة هالكويت مكود مكنوزة في هالآدمي, ما يختلف اثنان في ذلك. تطالع دخلوا اليوتيوب وكتبوا اسمه شوفوا اعماله, انتم كل عمل خير عن الثاني. كميه التذاكر اكيد بتكون محدوده, ما بشيء طول لكن ابوي لانها ولا ومده العرض ليومين, فلذلك بمسرحيه مميزه وجميله. الحين بحط لكم انا فيديو في روح البلام, وترمون تحجزون عن طريق رفع الشاشه على فوق, وبتطالعون الشيء اللي يناسبكم بتحجزون عليه. وايد ضروري الحجز من الحين. شو السبب؟ خلاف ابوي وقت الزحام وقت هذا ما شيء فايده, لفات الفوت ما ينفع الصوت, الحين دق الحديد هو حامي,
الإنسان اللي بيودي حرمته، اللي بيودي اخته، اللي بيودي خالته، عمته، بالشباب بتصيرون ضربة في مكان، بنيات بيصيرون مع بعض. المهم مسرحية من أروع ما يكون. بالإمكان حاليا الحجز عن طريق الفيديو اللي الحين بحط ما عليك، لا ترفع الشاشة على فوق وتشوف اللي يناسبك وتحجز. مسرحية ليلة زفته في أبوظبي على مسرح أبوظبي الوطني للحجز، ارفع الشاشة فوق. حياكم الله جمهورنا الكريم على مسرح أبوظبي الوطني، مسرحية ليلة زفته للحجز والاستفسار رفعوا الشاشة فوق. فريش حيل. مساكم الله بالخير والنور والسرور. يوم يقول لك والله الفريج الفلاني بيت الفلاني سووا فيه ميل أسبوع، والجماعة السائر واللي كلها الفريج ها كلهم يتكودوا في هاك الميلس، حالهم حال الميلس اللي في الفريج الفلاني، وحالهم حال الميلس اللي كان في الحارة الفلانية. فهمي يا ظني، الحين طالت عماركم تويتر عبارة ميلس، ميلس لأمة لا إله إلا الله، في من كل قطر أغنية، من كل قبيلة، من كل ناس، من كل جنس، من كل ملة، ما تعرف منو طلابك، ما تعرف منو صديقك، منو عدوك، منو وياك، منو ربيعك. القوة للقوي، القوة للقوي. لا تستبعد يوم من أيام الله ما تكون أنت مرمى حجر، شبح اللي هو هدف وحاطينك ابوي وكل ابوي نيشن عليك، ودربي ودربية يا معون عليك بهلم الميلس. وهذا التويتر الله يحفظكم انا توني جديد عهد فيه، فكل يوم ادخل اشوف موضوع جديد، كل يوم ادخل ولان شيء نشره جديده، كل يوم ادخل ولان شيء مثار شيء جديد، وكل عاده يدلو بدلوه في هالمناسبه اللي استوت، ان كانت عدله، مايل، خوب، خراب، كجرفتي، كل واحد. المهم ابوي كل يدلي بدلوه. بين يوم وترك يثار موضوع، قبل اسبوعين شيء، وقال لي قبله شيء، واللي قبله شيء، والعقب شيء، ولا لا لا. اليوم شيء ناتق جديد، ناتق امر شيء غير نمونه. ما شيء مشكله على فلان، على علان، زيد عبيد، زي ابوكم وزير التوطين. عجيب سالفه يعني، وين الهيبه؟ وين البرستيج الوزير؟ وزير شيء يشهد عن وزير بكبره، عازم حال الشبح، مرمى هدف، يعني معقوله؟ وين البرستيج؟ وين الادب؟ وين الشياك؟ وين الرقي؟ وين الناس المتحضره؟ وزير ما سلم. أنا أبوه لا شفع له، لا اللي مضى على تعيينه وزير، لا شفع له إن اسمه وزير، لا شفع له إنه وزير في الدولة الفلانية، هذا كله ما يود عنا إن يكون مرمى هدف. زي أبوكم هذا مسؤول كبير، هذا أبوي منصب، اسم، جاه، وصيت، وسمعة، وعلم، وخبر، ويصدر، ويورد، ويشق، ويرقع، هذا كله عنده. ها سمعتوا اللي بيديه القلم؟ هذه بيديه اللي يقولون عنه بيديه القلم. علي ارمس يلي في تويتر، ارمس وغن لين يميل العود يحتني، لكن براد ما تجيب الصنباطي وبليغ حمدي تعالوا لحنوا هالقصيده هالكبير ومن بيتين، تجيب لها تظهر رياض الصنباطي من قبره، وبليغ حمدي تعالوا نشظهر من القبور، سوى هاللحن. لا يا ابوي، الدنيا ابوي مش لها حطا، والدنيا راكبها محول. دحينة تروم تنتقد، تروم ترمس، تروم تتكلم، لك ما بالعام انت جالس في تويتر، انت ما بروحك، يسمعك الصديج والعدو اللي يتربص والضار والشر ويراعي الشر واللي ناول لك على شر واللي يدور لك على الزلة وعلى بلادك وعلى أدنات الدنيا. ياسين لك من تقول ولا الضالين، من تقول آمين قالوا ولا الضالين، يدورون عليك أدنات الدون. وهذا وزير وهذا منا وفينا وله وعليه، ويعني أحس إنه وايد زيادة على اللزوم، حتى لو مسولنا ما بعد عام، فلان وعلان وزيد وعبيد لا حول ولا قوة، صبر جميل بالله المستعان. الحين حتى الوزير
ترى الحين التويتر ما بالله روحك انت، من شرق الارض ومن مغربها، المحب والمبغض كلهم موجودين. ما يخلي الادمي عمره وهو وبلاد عرضه للي يسوى واللي ما يسوى. هذا منا وفينا، ولدنا واخونا وعمنا وخالنا، ان كان وزير ولا غفير على ما قالوا، على ما قالوا هالمصر، ان كان وزير ولا غفير. ترى عدار ما عليه انتقاد، عندك فعل خاص، طرش رساله بعد على الخاص، طرش نقمه، طرش اللي بطرش لك بعد على الخاص. عمومي انت ابتديت خلاص، اللي صار صار، الماء من ينشب ما ينلقط. انت ابتديت ورمست وزاره التوطين وردت عليكم، ما في داعي لكثره الحديث. عندك اي رد عليهم؟ عندك اي نقاش تبى تاخذ وتعطي لهالدرجه؟ عندك فاقه او ما بيايزلك الرد؟ ادخل على الخاص ورد عليهم، لا ترد وتزيد تكرر الخطا الاولي، تعدله بخطا. عمره التشهير ما يسوي، عمره التشهير ما يحل مشكله. من استوت الدنيا ما بشيء جديد هذا، من استوت الدنيا التشهير مره ما يسر حد. وزاره التوطين مؤسسه موجوده وخلقت ووجدت لجل اسعادك انت يا المواطن، لجلك انت، انت يا المواطن، واللي فيها كلهم مواطنين، ما حد جايب وشتي من الرقعه ولا من السكه، كلهم ابوي هالدار. مثل ما انت قلبك على بلادك، هم ابوي وجدوا وموظفين، هم من اكبر واحد لين اصغر واحد، نفس الشيء. مثل ما انت تحب بلادك، هم يحبون بلادهم. المعازيب الله يحفظهم امروا وظهرت الاوامر وكلنا نعتمدها. موضوع التوطين ما بسحر، كن فيكون، لمح البصر، يباله ترتيب، يباله اوراق، يباله علم، يباله خبر، يباله شويه صبر، لحظه وحده، كن فيكون. صاير انت طالب خبز وقافي، عاطلنا ربيتين ثمر ثلاث خبزات دقيقه وحده، هذا ابوي شغله طويله عريضه، زين منهم الحين ياسين ينجزون، صبر عليهم. حاليا الوزاره تحتاج شو؟ تحتاج وقفتكم وياهم، تحتاج مساعدتكم، تحتاج مساندتكم، ما يحتاجون. الحين حد من العاب يقول والله زين عيل، انا ادخل الحين تويتر، منو انتقد؟ زين منو قال لك لازم تنتقد؟ ادخل اشكر، ادخل قول كلمه طيبه، قول راي، ابد راي جميل، حط مقترح فنان فعال تنفع فيه البشريه، ما بلازم انت تدخل شال سيفك وها ها 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 شال لك كالف انك. ارجوكم ثم نرجوكم، هبل انا كل هالعرب ترجوكم، اللي عنده انتقاد يبي يوصله في وسائل معينه لتوصيل انتقادك، لان التويتر ما بانت روحك فيه، مثل ما في الصديج في العدو وفي المتربص، في اللي يدور ادناه تدون عليك وعلى بلادك. فدخيل والديكم خفوا علينا من هالمواضيع، خلوا الناس ابوي تتفيق تخدم، ما بتجلس تتفيق ترد اللي يازمون اللي سيف لي والترس لك، السيف لي والترس لك، ما يستوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم سلطان الصغير محمد سعيد البلوشي من إمارة أبوظبي، مرشحكم للمجلس الوطني الاتحادي رقم الترشيح 152. شو خطتك لما قلت لا للإحلال نعم للابتكار؟ نبغي توصف للفكرة هاي الدراسة، ما فهمناها بالضبط كيف. الفكرة طال عمرك هذه أبو محمد تكون أو تمحور على أن ابتكار جديد في عالم التوظيف من أجل خلق وظائف جديدة في سوق العمل. نحن عندنا اليوم عدد كبير من المنشآت في القطاع الخاص، وتعتبر هذه المنشآت أبو محمد عددها يتعدى 300,000 شركة في دولة الإمارات. الدراسة اللي احنا عملنا دراسة لل 300,000 منشأة بالقطاع الخاص، وخلقنا وظيفة المنسق الحكومي. المواطن يكون مسؤول عن 10 شركات يوصلهم إلى معدلات جودة عالية من حيث التنسيق مع الحكومة بالأمور المتعلقة من حيث الجودة، من حيث الأمور المعايير الحكومية، الأمور الضريبية. وطبعا المواطن هنا في وظيفة المنسق الحكومي أبو محمد
يخضع إلى دورة ثلاثة أشهر يأخذ فيها كل المفاهيم أو كل التدريبات اللي تأهل أن يكون منسق حكومي مستطيع أنه يعمل على 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 رفع معدلات الجودة. المنسق الحكومي بال300,000 شركة الموجودة نستطيع أن نخلق إلى 33,800 وظيفة أبو محمد. نعم، والعدد هذا ما هو بسيط. المنسق الحكومي. نعم. اليوم نطمح إلى أن برامج التوظيف يعني تكون الوظائف مختلفة. يعني أنت تبغى منسق حكومي لـ33,000 شركة. فهل كل شركة خاصة ممكن تقدر أن يكون عندها منسق حكومي أو عندها الإمكانية أنها توظف براتب وتدرب وتأهل وتدخل السوق دورة 6 شهور؟ طبعًا. براشد المنسق الحكومي هو مسؤول عن تلك المؤسسات اللي بتندرج تحته. اليوم انت عارف اذا نحن جينا ووظفنا فيها القطاع الخاص للمؤسسات ما تستطيع تدفع الرواتب العالية، ولكن اذا عملنا عملية شراكة بين المؤسسات اللي هي تستقطع منها الراتب اللي يذهب الى برنامج المنسق الحكومي، بعد ما تجمع الرواتب هذيلا يصل راتب الموظف عالي ويكون في شراكة مهنين القطاع الخاص وقطاع الحكومة. اليوم انت تكلمت عن ساعة السعادة للموظفين. نعم. احنا نعرف ان في بعض المؤسسات الحكومية تعطي ساعة السعادة للموظف المتميز. نعم. اليوم انت طالب ساعة السعادة لكل الموظفين على اعتبار انه ممكن يسوي فيها رياضة، يوفر على تكاليف وفواتير الصحة بشكل عام على القطاع الحكومي، يقلل من العمليات اللي الناس اليوم ممكن تسوي عمليات ترجع انها تقص او غيره اساس تخفيف الوزن. فممكن تطرح هذا الموضوع يعني سمعنا عارف شو تفاصيل هذا المحور؟ هذا المحور هو يتعلق براشد بصحة الإنسان أولاً، وبعدين برفع معدلات الكفاءة ومعدلات الصحة العامة. اليوم أنت طال عمرك يعني الموظفين يحق لهم أن يكون عندهم ساعة السعادة هاي يمارسون فيها الرياضة. أنا اقترحت أن تكون في 3 ساعات في الأسبوع، وهذه 3 ساعات أعتقد أنها كفيلة بأنها ترفع معدل النشاط و معدل صحة الفرد ومعدل حتى إنتاجية الفرد. اليوم لا تنسى أن الرياضة أصبحت شيء مهم وتوعوي في مجتمعنا الحبيب، وينادي به جميع قاداتنا بأن نحن نكون شعب رياضي، وهذا شيء. والجسم السليم طبعا مطلوب. نعم، لأن طال عمرك اليوم العقل السليم يتواجد في الجسم السليم، ونحن نطمح أن يكون عندنا ثقافة رياضية بأسلوب جديد في مؤسساتنا الحكومية، ونهدف إلى أن ندعم الموضوع هذا إن شاء الله.